باجي بس الحلقة الأخيرة، أنا بسكر مدخل البيت هني بعريش عنب، بسوي كذي عريش عنب، وهذه العنبة أبى أخليها تصعد فوق وتصير مثل خلينا نقول مدخل أو مظلة سيارات، بس كلها إن شاء الله عنب. وهذا ما شاء الله خوش عنبة هني ومثمرة، بس والله العظيم لفت انتباهي شغلة، لفت انتباهي قوة العنب شلون يلف على، يعني هذه الحين أنا أول ما قلت خلاص بس أول ما أحط العريش أبى أرفعها وأحطها فوق، يوم جيت أشيلها سبحان الله شوف والله كأن عندها عضلة، طالع شلون لافة نفسها بقوة، شوف لافة نفسها هني على الحديد، طالع هني شوف سبحان الله والله كأن عندها عضلة، طالع قوية حيل هني لحي ما بلشت. شوف هذا مشروع جديد، مشروع لفة جديدة، يعني سبحان الله هذه يبيلها، ما أدري ما ودي أقطعها، ودي أشيلها شوي شوي عشان أرفعها وأحطها فوق العريش بإذن الله. الأشياء اللي سويتها اليومين لحمة خلاص، ها بس سويت هني عريش عنب، هذا مدخل ثاني هني حق الضيوف تيم سويه، وسويت عريش عنب. الفكرة أني بجيب عنبة وصراحة بجيب كبيرة حيل، والله شوف شو يا جماعة هذه الكوجة تعبانة حيل، شوف شلون صارت صفرة، الله يستر. أنا خايف والله أني زدت الماي، أنا زايد الماي ترى متعمد قاعد أسقي الثيل بحكم أنه ثيل جديد، بس أخاف أنه على الشجر مو زين، بعض الأشجار ما يبي لها زيادة. المهم سويت هذا العريش وبسوي هناك ثاني عريش، لحم ما خلص ما كمل، وبجيب لي عنبة كبيرة حيل، يعني صراحة بشتري وقت بجيبها كذي وقطها فوق إن شاء الله، إن شاء الله إذا ربي يوفق السنة الجاية تذكروا هذا الفيديو، إذا ربي يبارك طبعا، إذا ربي يبارك دشني عناقيد العنب إن شاء الله. هذه عنبة قديمة هني بس للأسف مو مقلمة كلش وتعبانة يا جماعة، والله إن اليوتيوب يعلم والله العظيم. أمس سهرت على العنب بالليل يوتيوب قعدت أشوف شنو الشرح شنو كذا، يعني من ضمن الشرح شفت ان العنب ما تخلي له شجرة العنب ما تخلي لها الا مثلا خلينا نقول جذع واحد اساسي يطلع لغاية العريش فوق. شوفوا هني هذا الاساسي الحين، خل هذا خشب مفتين عليها زين، هذا خلها تولي، هذا الاساسي وهذا فرعي وهذا فرعي، لاحظوا ان الفرعي ميت اصلا، شوف فعلا ميت الحين بدون لا احد يسوي له شيء، هو ميت وما بقى الا الاساسي. فشفت بالشرح يقول لك تقلم كل شيء، تقص وتخلي واحد اساسي بس، واحد بس طالع لفوق وتشده من فوق العريش، طبعا هني ان شاء الله راح يصير في عريش، تشده من فوق العريش وهي من فوق تفرش. هذه الله يجزاه خير ابو عبد الرحمن صاحب البيت القديم زارعها، ربي يجزاه خير، ومثمره والله بس يبي لها تقليم. بما ان خلاص العريش اللي عندي مال العنب عاد جاي بشتري يعني شجرة عنب، بس بشتريها راهية صراحة، بشتريها وانا شايفها هني بالمشتل قبل امس، بشوفها بقول ابو اتري جيبها وينها، ساقها راهي وطويلة تقريبا فيها المترين ومن فوق باذن الله احنا نوجهها لفوق وبعدها خلاص في تد حيلها باكر ان شاء الله، باكر نزرعها. تمام يارن يارن جيبونها انتوا عاد كيفكم، اي شيء اللي فهمته انا بالعنب اي شيء هني بالاساس لازم يتقطع، تصير بس ساق واحده لغايه توصل العريش، بعد العريش عاد باذن الله انها تتوفق باذن الله، هذا ربي يوفق. قرمزي يعني احمر يا جماعه، عنب احمر. نشوف عنبتها تمام. يا اخي والله انواع العنب، يعني هذه نوع غير عن هذه انا صراحه قلت له واضح انها مو شيء، قال لي صح هذه مو شيء، هذه مو للبيع، هذه عنده موجود هني. كرمزي امجد كرمزي يقول لي هذا حمر، هذا يا شيخ هذا حمر بس كرمزوبيو يصير قرمزي بعدين، كرمزي والله طبيعي. ها شفت لهم يعصب شلون امجد كرمزي يا امجا؟ قال كرمزي. كرمزي يا امجا؟ كرمزي والله؟ والله اي والله يا جماعه يا حلو حلو كان انا ابو
قلقله. يلا تشكر. اللي شريته مساع باذن الله بزرعها هني واخليها من فوق ان شاء الله تنتشر اذا ربي وفقنا ان شاء الله وتباركنا ونجحت الفكره السنه هذه. السنه الجايه شفت العريش ابى مده بمده بخلي الممر هذا كله باذن الله عناقيد عنب فوق ان شاء الله ربي يوفقنا. والله كم يوم اشوف عن شجره العنب والعنب والعنب والله العظيم انك اكتشفت شغله ان الحين هذه يعني على عمرها تقريبا حوالي سنه ونص او سنتين مظنها مغطي هذا كله تخيله. بس مشكلتها انها ما انقصت ما تقلمت. الـ العنب لازم تشيل كل شيء بدربه كل شيء بدربه تخليه ماشي سيده لغايه ما يروح فوق ولا في ورقه لغايه فوق ومن فوق خلاص ينتشر. يعني تحت لازم تكون خشبه نفس هذه. الحين هذه لو بقلمها صراحه بيعورني قلبي بشيل يمكن ثلثينها عشان اوصلها لفوق وتبدا مشوارها. لكن لازم واحد يقوي قلبه شو اسوي بقطعها والله مع انها والله مثمره ها والله قلبي يعورني صراحه. بس شو اسوي يعني تشيل هذا تقطع كذي ما عليه حق السنه الجايه باذن الله. ايه يا جماعه والله اشهد اني صرت قاسي قاسي حيل والله اني شلتها كلها. شوف شوف هذا كله ترى طايح تحت الان صارت بهذا الشكل. شوف 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 خلاص خلاص ان شاء الله باذن الله انها تنطلق اذا ربي بارك. يعني قوتها كلها كل قوتها تروح فوق ان شاء الله ربي يوفقنا. شفت كل هذا والله اللي مضايق خلقي انه مثمر. مو المشكله اول شنو اول عندها يمكن حول يمكن والله 40 خلينا نقول 40 فرع متفرع من هنا. فهذا اللي ما يخليها تروح فوق ما يخليها اصلا تتوجه يمين ويسار قوتها بكل مكان. الان ابد هذا ساقها والله ما شاء الله ساقها. شوف فيه ترى يمكن حول الخمسة متر ولا 4 متر انه مايل هني. لو انه قريب كان وصل اكثر بس بعيد. والله ادري حرام 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 حرام. طبعا المشكله ان نفس الفيلا هذه السنه اللي طافت كانت مثمره وما كانت تنوكل والسبب انها متشعبه واجد. وباذن الله باذن الله باذن الله السنه الجايه ابشركم باذن الله واصور لكم اذا ربي يوفق هذا كله ان شاء الله يكون متغطي ان شاء الله. تذكرها ها تمام نزل ارفع 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 طلعت اقصر منها بس ما عليه نشدها ان شاء الله.